مفاتن مفاتن انتي نمتي يا مفاتن؟ يعني انا نفسي وانا نايمه سامعه روحي وانا بشخر، فبالنسبه للسؤال يعني الصراحه انا عاجزه عن الرد باموري. بس يا مفاتن انتي نايمه بدري قوي، يعني بعدين احنا في الظروف زي الزفت دي وانا مش جايلي نوم، هو انتي جايه تستجمي هنا؟ يعني انتي مصحياني عايزه ايه يا اختي؟ كده قومي اتكلمي معايا شويه، افتحي موضوع. طيب ايه؟ انا بحب الغداوي. ما انا عارف بجد. طيب يعني فكره يعني ان انا احبه، يعني سيبك ان انا متجوزه وكده، يعني انا كده كده هطلق من البني ادم ده، بس هو الخديوي ماله؟ انت عارفة عامل ازاي؟ ينفع احبه؟ شوفي، لو قصدك على موضوع جوازه فهو بقول انه طلق. طب الشغل المنايل بنيلة ده ينفع احب واحد مجرم؟ وانت يعني اللي جوزك بياع سبح، ما نعقل الكلام على المسا. ما تقوليش متجوزة، انا ما بحبوش. انا مال، انا كنت نايمة. وبعدين يعني إذا كان على الخداوي، لو أنت بتحبيه خليته يتوب عن الطريق اللي هو ماشي فيه. صح. طب لو هو تاب وأنا اتطلقت يصح أحبه؟ بصي، هو أنا أساساً بستغرب إن الخداوي ده، يعني أنا ساعات بحس إن هو طيب. بس ينفع واحد طيب يشتغل الشغلانة دي؟ يتوب وهو يبقى طيب. يعني شوفي، سواء في ديني أو دينك التوبة موجودة. البني آدم يعني إذا اعترف بذنبه وفتح صفحة جديدة كده وطلب الصفح من ربنا يبقى ليه لأ؟ صح، وكنا غيرت فيه وبقى إنسان كويس. بس الخديوي ده فيه حاجات ما شفتهاش في أي راجل قبل كده. يعني الخديوي ده شخصيته قوية بس بيضعف قدامي من يوم ما شافني وعينه جت في عينيا. بأمانة هو طيب وابن حلال، يعني سواء هو أول الولا من أخويا، بس الشيطان غويهم. يعني أنت كده لو قدرت أن أنت تتوبيه الولا من أخويا هيتوب ورا منه على طول. صح، وكون أنا طلعت من السجن اللي أنا فيه ده. بس تفتكري هو هيتوب يا مفاتن؟ صح، أنت صح. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.